الأهلي يعيد ترتيب أوراقه بداية من رحيل سواريش المتوقع مرورا بالتدعيمات القوية. موسم وانتهى والقادم موسم للنسيان، والأهلي أفضل من ينسى سريعا ويعود لسكة الانتصارات. تصحيح الأوضاع سهل ويقدر عليه النادي الأهلي. سواريش هيمشي ولاعبين هيمشوا ولاعبين آخرين هيدعموا الفريق في الموسم القادم. طموحات جماهير النادي الأهلي دايما مشروعة، الوقوف على منصات التتويج وتحقيق البطولات حاجة متعودين عليها. الأهلي كبير كعادته، هيفضل كبير بدعم جماهيره وكل منظومة.